المشاهدين أهلا بكم، بنكمل في رسائل التكفير أو رسائل حسن البنا. في رسالة الإخوان المسلمين تحت راية القرآن، حسن البنا بيقول: أيها التائق لنصر دين الله، أيها المقدم روحه بين يدي الله، هنا الهداية والرشاد، هنا الحكمة والسداد، هنا نشوة البذل ولذة الجهاد، ولتعمل تحت راية سيد الأنبياء وليضمك معسكر الإخوان المسلمين. وآية طبعا آية قرآنية: حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الآية دي بيقولها كتير جدا وبصدرها كتير جدا، إن احنا بنحارب عشان ما تكونش فتنة ويكون الدين كله لله، اللي هو طبعا التنظيم. يقول بشكل واضح إن هو دي تعالى معانا تحت راية سيد الأنبياء، راية النبي هنا، احنا هنا راية النبي. عايز تبقى تحت راية النبي ولا تحت راية أخرى اللي هي راية الشيطان؟ وفكرة الدعاء يعني ادعاء الشفافية الزايدة أو ادعاء الطهورية الكاملة، هنا الهداية والرشاد، هنا الحكمة والسداد، هنا نشوة البذل ولذة الجهاد. الكلام المطلق كده إن أنت في جماعة بتمثل يعني العصمة من حتى المفروض الولد يزكوا أنفسكم، هو علوم بين التقى. فكرة تزكية النفس حتى سواء النفس الفردية أو النفس الجماعية، إن ادعاء إن أنت الأكثر طهورا، ربما أنت في عالم السياسة ربما تقول إن أنا الأكثر مثلا محاربة للفساد، تدعي إن أنت الأكثر هتحقق العدالة الاجتماعية، مقبول في الدعايات السياسية، إنما هي في ظل دعاية دينية أنت بتدعي الحكمة والرشد الديني وإن أنت تحت راية الأنبياء. ففكرة الدعاء التزكية للنفس سواء الفردية أو الجماعية حتى من ناحية الدينية مرفوضة. التزكيه السياسيه مقبوله، ان يعني انت بتقول احنا الحزب اللي حقق العداله الاجتماعيه، انا الحزب اللي حارب الفساد، مقبوله في عالم السياسه، انما في عالم الدين مش مقبوله، لان الامر واضح: ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بما يتقى. بيقول تحت عنوان ايها الاخوان المسلمون ايها الناس اجمعون، بيقول: وفي هذا التيار المتدفق الفياض من الدعوات التي تهتف بها ارجاء الكون، مجهزة بكل ما يغري ويخدع من الآمال والوعود والمظاهر، بيتهم الآخرين إنها وعود وخداع وإنها مجهزة بالإغراء. نتقدم بدعوتنا، يعني الآخر ده زي ما قلنا إغراء وخداع وآمال ووعود ومظاهر، إحنا بقى إيه بدعوتنا؟ نحن الإخوان المسلمين خالية من المظاهر الزائفة والبهرج الكاذب، ولكنها محفوفة بجلال الحق وروعة الوحي ورعاية الله. بيتكلم عن روعة الوحي. هل هو بيتكلم عن الوحي الأول الوحي النبوي؟ طب لو هو بيتكلم عن الوحي النبوي، الوحي النبوي لا يخص وحده ويخص كل التيارات. وخلي بالكم زي ما قلنا إنه بخلاف الأحزاب السياسية اللي كان موجودة، أحرار الدستوريين والوفد وغيره، لا، كان في دعوات دينية، يعني كان في إذا كان الشبان المسلمين أو أنصار السنة المحمدية أو الجمعية الشرعية أو حتى مصر الفتاة أو حتى الحزب الوطني بتاع مصطفى كامل، كل ده كان بيضم دعوات دينية، لأن كل دول تلمزوا على إيد محمد عبده أو تأثروا بكلام الأفغاني، فكل دول كان بيتضمن دعواتهم دعوات دينية. وحتى الأحزاب السياسية إنها بتتكلم بمنطلق وطني. ده سعد زغلول نفسه من ضمن الحاجات إن هو كتب مقالة لما قامت الهوجة بتاعت علي عبد الرازق كتاب الإسلام وأصول الحكم، هاجم علي عبد الرازق وقال الإسلام دين ودولة. يعني حتى سعد زغلول كان في جزء كده متأثر بإيه؟ بأستاذه محمد عبده وفكرة الإسلام دين ودولة، يعني كان في تأثيرات. فانت ازاي انت في ظل هذا المجتمع اللي فيه تيارات دينيه وفيه تيارات سياسيه بتقول ان الاخر ده خداع وامال وعود مظاهر، وانا بقى محفوفه بجلال الحق وروعه الوحي ورعايه الله، مجرده من المطامع والاهواء والغايات الشخصيه والمنافع الفرديه، ولكنها تورث المؤمنين بها والصادقين في العمل لها السياده في الدنيا والجنه في الاخره. خلي بالكوا هنا احنا كنا بنتكلم عن العصور الوسطى المسيحيه، إن هما كان بيدلوا صكوك الغفران، واحد ارتكب الزنا، شرب الخمر، ارتكب الموبقات، مارس الكذب، مارس الخداع، يروح للكنيسة تحت الاعتراف، وإن هو يقبل توبته ويدفع بعض الأموال للكنيسة أو يهب للقساوسة الأموال تحت ما يسمى أطلق عليها وقتها صكوك الغفران. صكوك الغفران كانت بتدي مغفرة في الآخرة، إنما هنا حسن البنا بيعطي الناس وعود بالسيادة في الدنيا والجنة في الآخرة، يعني كمان في الدنيا هتاخد السيادة، لأنه كان بيتكلم عن أستاذية العالم. فاللي هيجي معنا في الأول ده حينانول بقى ولاية، يحكم، قيادة، زعامة، سيادة في الدنيا وجنة في الآخرة، يعني الاثنين الدنيا والآخرة، يعني سكوك الغفران مش للآخرة بس، لا للدنيا وللآخرة، وإنها طبعا مجردة من المطمع والغاية الشخصية والنفع الفردية. كل ده بيتكلم إنه هو إيه الدعاء النقاء والطهورية الكاملة. تحت عنوان لو كانت لنا حكومة،
يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. دي سورة آل عمران. ولكن أن لحكامنا هذا وهم جميعا قد تربوا في أحضان الأجانب ودانوا بفكرتهم على آثارهم يهرعون وفي مرضاتهم يتنافسون. ولعلنا لنكون مبالغين إذا قلنا أن الفكرة الاستقلالية في تصريف الشؤون والأعمال لم تخطر ببالهم فضلا عن أن تكون منهاج عملهم. بيتهم كل الآخرين بالخيانة، بيقول أنهم في أحضان الأجانب وأنهم مش عايزين استقلالية وأنهم بيهرعوا في أثارهم، رغم أن كل الناس عارفين أن كان برضو حسن البنا علاقته بالإنجليز قوية، ودي كانت أحد المشاكل اللي كانت بينه وبين أحمد السكري اللي هو المفروض هو اللي مربيه، وفصلوا من التنظيم أو يعني دفعوا للخروج عن التنظيم بسبب تحفظه على العلاقات الوطيدة بالإنجليز. وطبعا احنا عارفين موضوع قناة السويس و500 جنيه رغم الدفاع عنها، ولكن في النهاية كان علاقتهم بالإنجليز قوية. ومبعوش الإنجليز إلا صحيح الألمان لما جت سنة 38 وأنشأ التنظيم الخاص، كان بيحارب الإنجليز أو بيعمل تفجيرات ضد الإنجليز لصالح المخابرات الألمانية. وزي ما قلنا طبعا إن هو بعت أمين حسيني وكان بيتلقى أموال طبقا للكلام اللي قالته أحد الصديقات على في التعليقات، جابت مقال رفعت السعيد وجاب بيانات موثقة من المخابرات الألمانية إن هو كان في أموال بتدفع لحسن البنا أو الأمين حسيني، وإن هو كان مستقل لهذه الأموال وكان عايز أموال أكتر. يعني زي ما قلنا فكرة التنظيم الخاص أو الأسلحة مش ممكن تيجي إلا عن طريق أجهزة مخابرات تحتية، مفيش حد بيشتري كمية كبيرة من السلاح إلا أجهزة المخابرات التحتية عارفة هي رايحة لفين وضد مين، عشان ما يروحش هذا السلاح يكون ضد متمردين ضدها، إنما متمردين ضد أطراف أخرى. شغل أجهزة المخابرات التحتية بيشتغل بهذه الطريقة. فواحد كان بيضرب الناس في المعطم وكمية سلاح كبيرة جدا لصالح إن هو يخزنها عن طريق علاقته بالألمان. بيقول لقد تقدمنا بهذه الأمنية إلى كثير من الحاكمين في مصر، وبالتالي زي ما قلنا الناس بالخيانة وبيناموا في أحضان الأجانب وإنهم على أساليب يهرعون. بيقول لقد تقدمنا بهذه الأمنية إلى كثير من الحاكمين في مصر، وكان طبيعيا ألا يكون لهذه الأمنية أثر عملي، قصده تطبيق الشريعة أو تطبيق الدين يعني. فإن قوما فقدوا الإسلام في أنفسهم. أهو بيتهم الحكام اللي بيحكموا مصر في هذا التوقيت أنهم فقدوا الإسلام في أنفسهم وبيوتهم وشؤونهم الخاصة والعامة. تكفير ده ولا مش تكفير؟ فقدوا الإسلام في أنفسهم وبيوتهم وشؤونهم الخاصة والعامة. لا أعجز من أن يفيضوه على غيرهم اللي هو قصده الإسلام يعني، ويتقدموا بدعوة سواهم إليه، وفاقد الشيء لا يعطيه. مهمة هذا النشء الجديد املأوا روحه الوثابة بجلال الإسلام وروعة القرآن، وجندوه تحت لواء محمد ورايته، وسترون منه في القريب الحاكم المسلم الذي يجاهد نفسه ويسعد غيره دايما ان هو تحت راية النبوة وتحت لواء محمد. انا لواء محمد شايله، مين عايز يجي معايا تحت لواء محمد؟ احتكار الإسلام، احتكار النبوة، احتكار راية النبوة. هو تحت راية النبوة والآخرين مخادعين في أحضان الأجانب على أسرهم يهرعون، كل التهم بالخيانة والمطمع الشخصية والآفات يلقيها على الآخرين، ويلقي بالطهورية الكاملة والنقاء الكامل والعصمة الكاملة على تنظيمه أو على جماعته، رغم أن احنا عارفين طبعا حصل زمان إيه وحصل في الحاضر إيه. يعني هم متهمهمش بالخروج الكامل، هم زي المجتمع فيهم نقائص وفيهم أفراد كويسين وفيهم وحشين وفيها مشاكل أخلاقية وفي مشاكل مالية وفي فساد وفي كل حاجة زي أي مجتمع. لا هم طهوريين ولا هم ان هم كلهم شياطين، برضو هذا الكلام مجاوز للحقيقه. فيهم انقياء وفيهم عصاة، فيهم اطهار وفيهم ملوثين. يعني بيقول لسنا حزبا ولسنا جمعيه ولسنا فرقه رياضيه، ولكننا ايها الناس فكره وعقيده. تنظيم الاخوان المسلمين فكره وعقيده ونظام ومنهاج لا يحدده موضع ولا يقيده جنس ولا يقف دونه حاجز جغرافي ولا ينتهي بأمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ذلك لأنه نظام رب العالمين ومنهاج رسوله الأمين. نحن أيها الناس ولا فخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير فخر نحن الصحابة. هو بيقول كده، ونحن ولا فخر، ونحن أيها الناس ولا فخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملت رايته من بعده ورافعوا لوائه كما رفعوه وناشروا لوائه كما نشروه. ان هم الصحابه من غير فخر، وان هم ما فيش بقى جغرافيا. فكره ان طز الفصر دي ما كانتش افتكاس من مهدي عاكف، لا ده من كلام حسن البنا، ان احنا فكره وعقيده ولا يقف دونه حاجز جغرافي
ولا ينتهي بأمر حتى يرث الله الأرض. إحنا هنحكم العالم كله وسيادة العالم، مفيش جغرافيا هتقف قصادنا، وفكرة الأوطان دي مش تبعنا، وده منهاج رب العالمين. يعني حتى كمان بيحسم أن ما يفكر في فكرة اللا حدود واللا جغرافيا والسيطرة على العالم ووصايا على الأمة كلها، إن هو منهاج رب العالمين بيتكلم باسم المولى عز وجل، ويدعي إن فكرته دي تحت لواء النبي وإنها منهاج رب الإيه العالمين، مش مجرد فكرة إصلاحية تحتمل الصواب والخطأ أو إنه اجتهاد بشري قابل للصواب والخطأ. لا، هو فكرة طهورية كاملة، النقاء الكامل، راية النبوة، منهاج رب العالمين. بيقول تحت عنوان أيها الإخوان المسلمون، هذه منزلتكم فلا تصغروا في أنفسكم فتقيسوا أنفسكم بغيركم، أو تسلكوا في دعوتكم سبيلا غير سبيل المؤمنين، أو توازنوا بين دعوتكم التي تتخذ نورها من نور الله ومنهاجها من سنة رسوله بغيرها من الدعوات التي تبررها الضرورات وتذهب بها الحوادث والأيام. لقد دعوتم وجاهدتم ولقد رأيتم ثمار هذا المجهود الضئيل، أصواتا تهتف بزعامة رسول الله وهيمنة نظام القرآن، واعملوا والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فمن تبعنا الآن فقد فاز بالسبق، محاكاة للفترة النبوية، إن في المهاجرين والأنصار وفي الطلقاء، فمن تبعنا الآن فقد فاز بالسبق، ومن تقاعد عنا من المخلصين اليوم فسيلحق بنا غدا وللسابق عليه الفضل. ما كان في مهاجرين أوائل، في ناس راحت قبل النبي، وفي ناس راحت مع النبي الرسول أبو بكر راح مع النبي، وفي ناس راحت تبع النبي بعد النبي فترة قصيرة، وفي ناس لحقت بيه لاحقا. فهو بيقسم الناس مراتب، اللي جه الأول ده له السبق، محاكاة للفترة النبوية. ومن رغب عن دعوتنا زهادة أو سخرية بها أو استصغارا لها أو يائسا من انتصارها، فستثبت له الأيام عظيم خطأه، وسيقذف الله بحقنا على باطله. فكرة الحق والباطل، الصواب والخطأ، مفيش فكرة إن هو إيه الرمادي، ده مش موجود. إن إحنا سيقذف الله بحقنا على باطله فيدمغه فإذا هو زاهق، طبعا ده مصطلح قرآني، فيدمغه فإذا هو زاهق. فإلينا أيها المؤمنون العاملون والمجاهدون والمخلصون، فهنا الطريق السوي والصراط المستقيم، ولو توزعوا القوى والجهود، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم إيه تتقون. طبعا الصراط المستقيم بيستعد الآيات القرآنية اللي قيلت للنبوة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، راية القرآن تحت راية النبي، المنهاج بتاعنا ده منهاج ربنا. لدرجة أنه كان أحد الإخوة بيقول إن الإخوان دول نظام مملوكي بمسحة شيعية. أنا مع الوقت بدأت أقتنع إن هم أصلاً الشيعة بتاع إيران هم اللي بمسحة إخوانية، يعني هم بناوين بمسحة إخوانية، يعني هو شيعي أكثر من الشيعة، هو نفسه يسمى نفسه الإمام. يعني المصطلحات اللي كانت موجودة في هذا التوقيت، الأمير، الرئيس، المسؤول، يعني أياً كان القائد، الزعيم، يعني كل دي المصطلحات اللي كانت موجودة في هذا العصر، هو ساب كل ده وسمى نفسه المرشد، فيها فكرة يعني وصايا كده، هو اللي بيرشد الناس، والإمام، الإمام المرشد. والإمام ده كان مصطلح شيعي بامتياز، فكرة الأئمة الاثنى عشر، يعني حتى الصوفيين ما كانش بيسموا، كان بيسموا الأولياء، يعني هو تربى في الصوفية. طب الصوفيين كان بيسموا الولي، أولياء الله الصالحين، إنما هو لا، اختار مصطلح ديني شيعي، الإمام والمرشد. لدرجة إن هو لما جت الثورة الإيرانية أصبح لفظ الإمام، أخذوا حسن البنا من زمان، من 50 سنة، هما 79 ودي 28، فاحنا بنتكلم عن 50 سنة، فاضطروا يسموا نفسهم الإمام الأكبر أو آية الله، لأن فكرة الإمام خلاص أصبحت حكر الحسن الإيه البنا. لدرجة إن هو كان حصل أيام السادات زي ما حكى محمود جامع في مذكراته 79 لما قامت الدولة الإسلامية، خدوا رهائن أمريكان، فالأمريكان توسطوا للسادات إن هو يحاول يطلع لهم الرهائن الأمريكيين من إيران. قالوا أنت عندك ثورة إسلامية، حاول إن هم وهم علاقتهم بعض كويسة، طبعًا الإخوان أيدوا الثورة الإيرانية أول ما طلعت، واعتبروا بقى دولة إسلامية، وإن إيه وإن دورنا إحنا جاي بقى كدولة سنية. فقالوا له عمر التلمساني، فالسادات كلم محمود جامع يكلم عمر التلمساني إن هو فعلًا يسافر للخميني ويحاول يقنعه إن هو يطلع الرهائن الأمريكان، وخلاص اتفقوا ووافق عمر التلمساني، وكان هيسافر لإيه؟ لإيران، طبقا لرواية محمود جامع في مذكراته. قال السادات قاعد بيسمع خطاب الخميني ومعاه حد بيترجم له الخطاب،
فلقى الخميني بيشيد بحسن البنا وبالإخوان المسلمين وبأفكار حسن البنا وبمنهج حسن البنا. لقى الخميني نفسه بيشيد بالتنظيم وأفكاره وأيديولوجيته وأنه استفاد من حسن البنا استفاد. السادات طبعا خاف بشكل كبير جدا وقت التلمساني، فبدل ما هو يجيب الرهائن الأمريكيين يستورد الثورة الإيرانية. وطبعا نظام السادات كان فيه مشاكل بقى، وكان فيه كان بيديفيد، وكان بدا الاخوان المسلمين يشموا نفسهم شويه ومجاله الدعوه، ويبقى فيه هجوم عليه وهو بقى يتوتر سياسيا، يعني كان فيه مشاكل كبيره جدا. فقال لك دي هتبقى فرصه سانحه ان هو يستعين بالخميني ويستورد الثوره الاسلاميه من ايران الى مصر. وساعتها رفض ان عمر التلمساني يسافر لايران. وبعد كده الاخوان تحت طبعا ضغط من السعوديه بداوا يهاجموا الثوره الايرانيه، طبعا لانها ثوره شيعيه بس في الظاهر بس، ان لما تمت العلاقات كانت دايما وثيقه ما بين الاخوان المسلمين وايران حتى عصرنا الراهن. نكتفي بهذا القدر، وما تنساش تشوف الحلقات السابقه وتتابع الحلقات اللاحقه وتشترك في القناه، وشكرا جزيلا.